تصعيد جديد بين الكوريتين الشمالية والجنوبية إثر قيام بيونغ يانغ بتفجير مكتب الارتباط الذي يتولى إدارة العلاقات بين الكوريتين في مدينة كايسونغ الحدودية. ووفقا لوسائل الإعلام الكورية الجنوبية، فقد تم سماع دوي انفجارات وتصاعد للأدخنة في مجمع كيسونغ الصناعي في المدينة الحدودية. ومنذ مطلع الشهر كثفت بيونغ يانغ الإدانات اللاذعة إزاء جارتها، وخصوصا ضد المنشقين الكوريين الشماليين الذين يرسلون من الجنوب منشورات دعائية عبر المنطقة المنزوعة السلاح إلى الشمال، والتي تتضمن انتقادات لأداء الزعيم كيم جونغ أون في مجال حقوق الإنسان أو طموحاته النووية. واستمرارا للغة التهديد، أعلن الجيش الكوري الشمالي أنه في جاهزية كاملة للتحرك ضد سول، كما أعلن عن قطع قنوات الاتصال السياسية والعسكرية مع العدو الكوري الجنوبي. وأعلنت هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري أنها تدرس خطة عمل لإعادة دخول واحتلال المناطق التي أخليت من السلاح بموجب اتفاقية بين الكوريتين وتحويل الخط الأمامي إلى حصن. وكانت الحرب الكورية قد انتهت بهدنة وليس اتفاق سلام، ما يعني أن البلدين الجارين لا يزالان في حالة حرب.